بالنسبة للأفكار اللي حصلناها اليوم من الطلبة، ما شاء الله أفكار طيبة تكونت خلال أسبوعين، وكلها فيها طابع تكنولوجي، طابع الاستدامة أو الصحة والسلامة، كلها مشاريع ما شاء الله نفخر أنها تطلع من دولة الإمارات، ونبارك لفريق اللي فايز وإن شاء الله يبيضون الوجه في مشاركتهم في سياتل. نحن مشروعنا عن بيزو إلكتريك بيس إنرجي سورس موديل فور ستريت لايت. هاي الفكرة عن الطاقة المستدامة والطاقة النظيفة، نقدر نحطها في الشوارع ونقدر نولد الطاقة من حركة السير والانضغاط على السنسر. نحن وايد فرحانين أن شاركنا في هالمسابقة وما كنا متوقعين، وهاي فرصة الصراحة أن نمثل الغربية ونمثل دولة الإمارات بشكل عام في هاي المسابقة. مشكورين صندوق خليفة، مشكورين مايكروسوفت أوفيس على هاي الفرصة. شاركنا في هالمسابقة متأملين أن نفوز، بس ما كنا متوقعين المركز الأول، توقعنا أي مراكز من الثلاثة بس ما توقعنا المركز الأول. إحنا فرحانين أن أعطانا صندوق خليفة هذه الفرصة وأن نمثل الإمارات عالميا، نتمنى نمثلهم بشكل جيد.